إطلالات شلة دبي في العرس، شاهدوا المزيد من التفاصيل. كشفوا شلة دبي اليوم إنه هنن عندن عرس راح يكون بالمزرعة، وقاموا بالكشف عن إطلالتهن مثل صار الورع اللي اختارت فستان باللون الأسود، كمان صار بلاص ولين أبو شعر كشفوا عن إطلالتهن. وما بيعرف الجمهور هل لانا ولين كمان راح يكونوا متواجدين في العرس أم لا. أترككم على الإطلالات رأيكم يخصص هذا الخبر. اوكي جايز، كنت غايبة عنكم لأنه كنت عم بعمل مكياجي وشعري، وشوفوا لي المكياج. صراحة حسيت أبدعت اليوم، قلت حالي بلا ما أصور صور لكم يا مرة جاي إذا حبيتوا. وهذا الشعر سليك، عملت قرونين تبع الصراصير وبس، ولبست فستان هيك كتير سمبل. العرس بمزرعة هيك أهلية محلية وبس والله. هاي مع إضاءة شوي أحسن، هاي المكياج، هاي الشعر. طبعاً كنت ناوية أعمل موديل شعر براسي وفجأة غيرته، كنت من كيرلي لهاد. شفت التوتوريال.